أهلا بكم. تخطو مصر خطوات ثابتة نحو المستقبل، خطوات سباقة ولكن حكيمة، خطوات تليق بمكانة مصر التاريخية والجغرافية والسياسية، والتي تتأكد يوما بعد يوم مع كل تحرك أو تحد يحيط بها. واليوم وأمس وغدا يثبت أبناؤها هذه المكانة والعظمة التي تليق بها بمشاركة فاعلة وواعية من كافة طوائف الشعب المصري العظيم في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، ليصيغوا مع قيادتها المرتقبة والتي يختاروها بإرادتهم الحرة الواعية مستقبلهم ومستقبل أبنائهم والأجيال القادمة لنصنع تاريخاً جديداً. أهلا بكم مشاهدينا، وهذه التغطية الخاصة على شاشة القناة الأولى لانتخابات مصر لرئاسة الجمهورية في يومها الثاني.